القمر الخائن، يعني ايه القمر الخائن وازاي سماء الكرة الأرضية شهدت ظاهرة القمر الخائن اللي بلغ لمعانه 100%؟ ليه بيطلق عليه أيضا القمر الأزرق؟ وليه بنعتبره ثالث قمر مكتمل من أصل 4 أقمار خلال موسم الصيف في نص الكرة الشمالي؟ والله أسئلة كتير جدا يا هبة أنت قلتيها، وأعتقد أن احنا كلنا امبارح اللي خرج فينا بالليل لاحظ أن القمر مكتمل وقريب جدا من كوكب الأرض. خلينا نتعرف إيه اللي حصل وليه الظهور المفاجئ ده للقمر بهذا الصفاء. يعني دكتور محمد غريب الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية معانا على الهاتف، بنصبح على حركة دكتور. كيف حالك؟ صباح الخير يا دكتور. صباح النور. أهلا. طيب في البداية، القمر الخائن أو القمر الأزرق، مسميات كتير جدا للظاهرة اللي حصلت امبارح، تفسير حضرتك يا دكتور. هو مسميات مختلفة، بيسمى القمر الخائن، القمر الأزرق، القمر العملاق، قمر الحصاد. دي مسميات عادية، كل مكان أو قبيلة كانت بتسميه باسم مختلف. المهم إن القمر ده زي حضرتك قلت إن هو ثالث قمر عملاق أو قمر بدر، بيحدث في موسم الصيف، حصل في 22 يونيو و21 يوليو والبتاع امبارح 19 أغسطس، وإن شاء الله يحدث 18 سبتمبر. فاحنا في القمر الثالث، القمر البدر اللي هو حصل امبارح 19 اغسطس. طب ايه الاختلافات وليه التسميه دي جايه؟ بقول لحضرتك الاقوام مختلفه او مناطق مختلفه او بلاد مختلفه بتسميه، لكن هو الاسم العلمي صح اللي هو القمر العملاق، اللي هو بيبقى قريب الارض، بيقرب نقطه للارض، وبيبقى مكتمل زي ما حضرتك قلتوا انه حوالي الإضاءة بتاعته حوالي 100%، هي بالظبط 99.92%. فهو المسمى العلمي الصحيح بتاعها انه القمر العملاق، أما القمر الأزرق هو لونه مش بيبقى أزرق ولا حاجة، هي مسميات مختلفة. تأثيراته بتكون إيه يا دكتور؟ مالوش تأثير، هو بيبقى مفيد في إن المهتمين بيقدر يرصد الفوهات البركانية بتاع القمر الموجود على سطح القمر، الجبال، التضاريس المختلفة، بيبقى سهل، بتبقى باينة وفي واضحة، وأقدر أرصدها وأحددها ويدرسوها كويس. طب باعتباره أحد الظواهر، يعني زي ما نقول كده الظواهر الفلكية الجميلة أو اللي بتستدعي التأمل والتفكر والدراسة، هل إحنا المراصد بتاعتنا فتحت أبوابها علشان تستقبل الناس إن هم يشوفوا هذه الظاهرة؟ هو اصل بالنسبه للرؤيه ممكن اشوفها بالعين المجرده من اي مكان، اي مكان او اي بلد بيحدث فيها ليل في الوقت ده بقدر اشوف هذه الظاهره، فالعمليه وبتتكرر كتير. فبالنسبه للمهتمين بدراسه القمر هم اللي بيهتموا برصده، و يعني على جبل المقطم ممكن يبقى اكثر وضوحا في اي مكان، في اي مكان مرتفع طبعا كان مرتفع هيبقى افضل، لكن من اي سطح بيت او بلكونه حتى الافق بتاعك مفتوح ومفيش جبال ولا مباني تعيق الرؤيه هتشوف الظاهره بسهوله جدا. طيب بالنسبه لنا احنا بتبقى يعني متعه في رؤيه جزء من الطبيعه والكون، لكن بالنسبه للمتخصصين والفلكيين الظاهره دي بتضيف لهم ايه، او ممكن يبصوا لها ازاي وبيستفيدوا منها باي شكل؟ ما قلت لحضرتك انه هيقدر يدرس او يشوف الفوهات البركانيه والتضاريس المختلفه من جبال وخلافه على سطح القمر، يقدر يدرسها لو عايز يدرس في الحالة دي، بس في حالة حدوث الاكتمال ده أو بالكبر ده، يعني في توقيتات معينة من السنة، ولا يعني بتنتظروا الموعد، ولا الدراسة دي ممكن تتم بأدوات أخرى علمية؟ لا، الدراسة ممكن تتم في أي وقت، لكن هي بنقول أفضل لأنه بيبقى أقرب وأوضح الاكتمال البدر الكامل أو حوالي 100% منه بضاء، فبيبقى أسهل في الدراسة والرصد. طب انا افهم ان يتقال عليه القمر الازرق او ان هو قمر ضخم او قمر كبير، لكن ما فهمتش ليه قمر خائن، ليه كلمه والله الخائن؟ انا مستغرب برضه
التسمية دي مش عارف، هو يقول لك انه قريبة من الكلمة الانجليزية للازرق، لكن هي بعيدة خالص بالنسبة ليها. يعني هو سوء ترجمة يعني يا دكتور؟ هو ممكن حاجة. لكن حضرتك شايف ان هو الاقرب لي ان هو القمر العملاق، القمر العملاق او القمر الازرق، لان هو بيبقى اكثر قربا من كوكب الارض. انا بشكر حضرتك دكتور محمد غريب، الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه. ايا ما كانت الظاهره وايا ما كانت المسميات، احنا بنقف كده عاجزين امام الطبيعه وناموس الطبيعه وقدره ربنا في الكون. صحيح صحيح.